ايه رايك في لونها تحفه؟ شادي نعم بس شعر. ايوه بص اعملي كل اللي انت عايزاه بس ما تجيش تعيطي. ما تعيشنيش بقى ما تعيشنيش في حاله نفسيه زي الزفت بقى الثلاث اربع عشر شهور. هلو صباح الخير. النهارده صحيت زهقانه زي ايام كتير، بس النهارده قعدت افكر الصبح اطلع الزهق ده على ايه. كانت الاجابه الأسوأ وهي ان انا قررت ان انا اطلعه على شعر. النهارده يوم يسجل في التاريخ، اخدت فجاه كده قرار وقررت ان انا انفذه في نفس الوقت وفي نفس الساعه، بس شادي بيحاول ان هو يمسكني ويكبحني بس انا مش هقف واقف عمال يبص لي. بس انا قررت ان انا عايزه اقص شعري واعمل فيه ستايل جديد ولون جديد. هوريكم اللون وهتشوفوا الستايل وكل حاجه في الفيديو يا رب يظبط. وقررت صراحه ان انا عايزه افك الهير توك للاول مره يتابعني. هل هو انا دخلت كده فيكم خبط؟ ازيكم انا يسرا واختار. النهارده يوم مجنون في حياتي ويوم قررت ان انا اقص فيه شعري. فلو انتم بتحبوا الناس اللي بتاخد قرارات متسرعه زيي ما تنسوش ان انتم تشتركوا في القناه وتكونوا جزء من عائلتنا، عائله يسرا الكبيره. تضغطوا لايك للفيديو ده علشان انا متاكده ان اللي انا هعمله ده هيعجبكم، لان هو طالع من نفسيتي خبط في شعري. يلا بينا حل جريمه. النهارده اكتر مره نازله من البيت وقطع حقي بنيته والله شكلها تقيل على وشي بسبب حماسي ده. بس يلا بسرعه قبل ما اغيرها ايه يا جماعه، انا نسيت من سرباتي اقول لكم اصلا انا بفكر اعمل ايه. اول حاجه للي ما يعرفش، انا مركبه اللي هم الهير توك او الدبل فيس. فصراحه حسيت ان شعري امبارح وجعني، حسيت ان انا خلاص انا تعبت وانه ما كنتش مرتاحه في النوم وصحيت ثلاث مرات بالليل. حسيت ان انا محتاجه اريح شعري. صح انا مبسوطه بشكلي بيهم وكل حاجه، ولكن شعري فعلا تعب. شعري حاليا طوله لحد هنا تقريبا، فانا بفكر اني اقص بقى شعري الاصلي واخليه كده كده. مش عارفه بحبش، بحس ان الشتاء بيحب الشعر القصير. مش عارفه لما اروح واشوف المقص هرجع في رايي ولا ايه، لان انا جبانه زي ما انتم عارفين، خصوصا لما بيجي الموضوع للشعر. لان جت سنه كنت عامله لكم فيديو غيرت شعري في السنه دي اكتر تقريبا من 12 مره الوان بقى الدنيا كلها. وكمان بفكر اعمل لو لايتس واعمل اللي هي الفرونت لايت كده احدد وشي. بصوا عايزه اختلف، انا عايزه اتغير، عايزه ابقى انسان جديد. ف بيزيكلي يس، هي دي كل الحاجات اللي احنا هنعملها للنهارده. والكوافير برضو اللي انا رايحه له النهارده اول مره ان انا صراحه اجربه، بس شفت عليه ريكومنديشنز كتير جدا وشفت كذا حد عامل شعره عنده، شعره صراحه طالع تحفه جدا. كلمتهم في التليفون لقيت عندهم اللي هو الريموفر بتاع الهير توك ده. فك الاول وبعد كده كملوا الفيديو بقى، كملوا الفيديو. بصوا يا جماعه انا النهارده مبسوطه علشان انا اول ما الموضوع بيجي لشعري مش عارفه الحماس. يلا اشوفكم تاني. وصلت اخيرا وركنت تحت الكوبري، او ما صح ركنت تحت الكوبري، بس حسيت ان هي في كذا كان احنا مستغلين تحت الكوبري بتاع. هذا هو المكان يا جماعه، هذا هو المكان. ادعوا لي ان شاء الله يطلع كويس عشان اول مره اجرب. ايه يا جماعه انا جبت الكوافير فجاه النور قطع كل حاجه، بس اكريم عاملين مفاجاه في عيد ميلاد حد دلوقتي. سو اكسايتد، بحب الاجواء الفرحه. يا جماعه في اللحظه دي تحديدا ابتديت احس ان انا متردده. مش عارفه ابتديت احس كده ان هو بجد شعري هيبقى قصير بجد، انا زهقت خالص الشعر الطويل. هقوم اروح ولا ايه؟ شعر ده طول شعري الحقيقي اللي احنا هنفضل عليه دلوقتي، وهنا ده لسه ما فكتش الاكستنشن، فلسه بقى الصراحه هل هقصه اكتر ولا لا. بس هم هنا بيقولوا لي يعني بلاش ان انا اقصه قوي علشان ممكن ما يلاقيش على شكل وشي. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس تفتكروا ايه اللي هيحصل في الاخر. بس يعني so far ده اللي احنا هنبتدي بيه. اخيرا فكيته، مش قادره اكلمكم ولا احكي لكم على الراحه. الصراحه كان تقيل جدا امبارح، اصلا صحيت ثلاث مرات علشان الجزء اللي تحت ده كان بيوجعني كل ما بتقلب. ف دلوقتي بقى الرحله الحقيقيه هتبتدي. ربنا يستر بالادرينالين اللي طالع على شعري على الصبح ده. اوكي دلوقتي يا جماعه احنا بنعمل التست عشان نشوف اصلا شعري هينفع ان احنا نلعب فيه زي ما احنا عايزين ولا لا.
دلوقتي معصباني جدا، عايزه اشيلها بجد، معصباني بوظلي كل الفيديو، ووتر مارك طلعلي في كل حته. يا جماعه هفضل بالبتاعه دي كده شويه علشان بنعمل تيست دلوقتي عشان نشوف شعري هيتحمل الصبغه ولا لا. بصراحه هتضايق جدا لو شعري ما اتحملش، ان هو شعري ضعيف شويه، متحمسه هتضايق قوي لو خلاص كده قمت بغسل شعري وروحت. كلنا ندعي للشيء القلبوز اللي هنا ده ان هو يقوم بالسلامه. يا جماعه حاسه ان انا كنت خايفه منه. النتيجه هي ان احنا مش هينفع ان احنا نشقره علشان شعري ضعيف جدا. صراحه حبيت جدا ان هم قالوا لي لا، يعني انا بقى صريحين معاك شعرك هيبوظ، فده اللي احنا شقرناه، بس شعري صحه ما تحملوش. فانا صح كنت عايزه ارجع يعني التغيير، فهنعمل الصبغه بس من غير ما احنا نشقر، هنعمل كده لايتس خفيفه ونشوف اللايتس. ورجع الحمل اسمين تاني ولبست ثوب الصبغه. ده اللي كان هيحصل بس ما حصلش، مفيش نصيب. اوكي يا جماعه، الصراحه هو حلو وجميل ومعمول يعني على الشعر، عارفين اللي هو الشغل اللي ما فيهوش غلطه. الصراحه حبيت التغيير وحبيت انه حاسه انه بدايه جديده كده. الصراحه الدبل فيس كان عامل لي صداع، مش قادره اصدق ان انا بدخل ايدي بشعري وبطلعها كده، دي نعمه كبيره احمد ربنا عليها. حاسه ان شعري قل طبعا من اول ما فكيت اصلا الدبل فيس، يعني صراحه انا دلوقتي مركباه بقالي 3 شهور تقريبا، شلته حطيته 3 مرات، فصراحه شعري يعني لا يعني اتضايق حبتين 3-4 يعني. فلو اي حد بيفكر ان هو يدخل السكه دي، شعرك هيخف مع الوقت. فقرار ان انا اشيل الدبل فيس صراحه انا مبسوطه جدا بيه ومبسوطه جدا بشعري القصير. واحلى حاجه مبسوطه منها انه هناك ميدو في الكوافير قال لي بلاش تقصي شعرك عشان كنت عايزه ان انا اقصه خالص. ففعلا لما ببص كده حسيت ان انا لو كنت قصيت شعري كنت عايزه اقص كله الطول ده، ففعلا كان هيكبر وشي قوي. هو قال لي ان هو مش هيليق على وشك قوي القصه دي، فقال لي ده طوله كده بيرفكت عليا. بالنسبه بقى للون، صراحه اللون خطير، بس حاسه ان هو اشي اكتر او على رمادي اكتر. كنت حاسه ان هو يليق عليا اكتر حاجه على نحاسي او حاجه وورم اندرتون اكتر، فاهمين قصدي. فهو قال لي برضو ان هو كده كده ده علشان لسه معمول، فاللي هو التونينج فيه قوي، فقال لي ممكن مع اول شاور او تاني شاور التونينج ده هيقل جامد جدا وهيبتدي انه الشعر يبقى دافي اكتر. مش عارفه انتوا فاهمين قصدي ولا لا، بس يعني هي دي الحاجه الوحيده الصراحه اللي قال لي. بس اللون او ماي جاد يا جماعه سو شيك. اجي بقى اقول لكم رايي في الاخر خالص، صراحه المكان فعلا اي دو ريكومند. واكتر حاجه انا اي دو ريكومند ليها، الفيديو ده بالمناسبه مش سبونسرد خالص، انا دافعه كل حاجه، واقول لكم في الاخر خالص اسعار كل حاجه برضو عشان الناس اللي هتقعد تسال تحت. اوريدي يعني رحت بناء على ريكومنديشنز ناس تانية وناس تانية رشحته وكده، بس انا بقى اقدر ارشحه لكم بقلب. نادرا 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 او تقريبا عمري ما دخلت كوافير يكون حاطط في باله صحه شعرك، فاهمين قصدي. عاده الكوافير يعني اكتبوا لي تحت لو انتوا عندكم نفس التجربه دي، بس انا عن نفسي كل الكوافيرات عاده كنت بروحها في حياتي كان اللي هو بيبقى اهم جمال شعرك، شكله يبقى حلو، تبقي خارجه شكلك حلو، فاهمين قصدي. بس بقى شعرك يبوظ بعدين او وات ايفر ايه، ده اختيارك، فاهمين قصدي. فاول مره صراحه كنت اروح لحد وان هو يقول لي لا شعرك هيبوظ لازم ناخد بالنا منه بتاع مش عارفه ايه، فاحنا هنعمل كذا مش هنعمل كذا، فاهمين قصدي. فبس انا مش عايزه اتكلم كتير في الموضوع ده، بس انه لا فعلا صراحه النقطه دي كانت فارقه جدا معايا، ان انا فعلا كنت خايفه على شعري جدا، خصوصا بعد ما لقيت ان هو خف جدا بسبب الدبل فيس. عايزه اصور لكم الصبح عشان تبقى الاضاءه احلى، بس يعني اللي هو ما كنتش قادره، عايزه كده اقعد اتكلم عن شعري بقى واقعد اعمل لكم فيه كده اعمل لكم فيه كده. يعني الساعه دلوقتي اصلا الساعه 1 بالليل، بس اللي هو انا مبسوطه بشعري جدا. فاللي هو ايه رايكم في شعري؟
No God please no no. بس كده كده ده الانستجرام بتاعي سيبه لكم هنا، روحوا تابعوني على الانستجرام علشان الفترة الجاية اكيد هغرقكم صور بشعري، وخصوصا بكرة الصبح اول حاجة هعملها ان انا هتصور هنزل لكم صورة على الانستجرام هتنزل لكم بعد الفيديو ده. ايوه انا في الانستجرام عايشه لكم الفتره دي، لو انتم من جيش الانستجرام وجايين تعرفوا شعري عامل ازاي، انا اسفه ان انا عشت لكم اليومين اللي فاتوا كده كان في سر حربي، بس هو ده السر كان يستاهل صح. بما انكم عيلتي اللي انا دايما دايما بستنى رايها وبثق في رايها، هستناكم تحت في الكومنتس تكتبوا لي التقييم بتاعكم من 1 لـ5، 5 اعلى حاجه و1 اقل حاجه عن الستايل الجديد لشعري. وصراحه زي ما خدت التقييم بتاع شادي ونهى هما الاثنين حبوه جدا، ونهى صراحه عكس ما كنت اتوقع عجبها جدا جدا، قالت لي شكله تحفه عليكي، فصراحه كنت حاسه ان هي هتشتمني اول ما تشوفني، بس بالعكس يعني صراحه فاجئتني. فانا مستنيه اعرف التقييم بتاعكم تحت في الكومنتس علشان حابه اعرف رايكم في ايه، وبرده اخليكم ابديتد معايا حاله شعري كل الكلام ده. بس سو فار حاسه ان ملمس شعري ما تغيرش ولا اي حاجه، يعني مش حاسه ان انا اذيته، عارفين اللي هو اكيد يعني ضريته عشان عملت صبغه بس ما اذيتوش، في فرق. انا عايزه ابطل كلام، الفيديو لازم يخلص هنا، الفيديو لازم يخلص هنا. انا شاربه النهارده 3 ينسون وكاني مثلا شاربه قهوه. انا بحاول يا جماعه امنع الكافيين من حياتي عشان انا فعلا بشرب كافيين ببقى انتوا عارفيني. اه بالمناسبه البيجامه السوبر كيوت دي، علشان لو حد هيسالني يبقى انت اكيد ما شفتش الفيديو بتاع مشترياتي من بافلي دي يا جماعه، يعني من احلى الحاجات الكنوز اللي انا طلعت بيها، فاتمنى ان هي تكون لسه موجوده عشان انتوا كمان تلحقوها. بالمناسبه دي كان سعرها 280 جنيه. يس مهم مش عايز اطول عليكم، انا يسرى محتاجه تنامي، يسرى محتاجه تنامي، قولوا لي يسرى خشي نامي. لحد الفيديو الجاي هتوحشوني جدا، شكرا جدا جدا ليكم، لكم هنا يروح الشعر الجديد صدقوني.